بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. وبعد، إن شاء الله تعالى وحن بلاينا برنامج كيني ودي علمدا وحن نغو مرتين ما انتهى الشيخ حسن كافي. الشيخ حسن برنامج كيني ودي علمدا وحن برنامج علمدا ومربقوف وصوف الاستو إن شاء الله وحن رجينا ما انتنا نغو هذا المعرين تكو سابسا مسلمين تهيو لباتدا أي دريما يعني عالم كا يعداد سبنا وحكوسه كرد قف كمسلم كإسلام نمدي سدرادة أرنتاس كورن دت كمسلمين تهيساتو يوم حي دين تود كوكيني كرتا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بارك الله فيك. سؤال شاد ويدي سوى سؤال مهم dadka muslimiinta ah waxay dareemayaan sida aad sheegtay qurbo badan waxa soo wajahay culaysyo fara badan eeladuna ma aha wax kale ee waxa loo haystaa waxa way waa diinkoodii islaamnimadoodii way wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid lugu eedeymaayo lugu nicimaayo illa allah subhanahu wa ta'ala inay rumeyeen mooyaan arintaasina barakallahu fiikum ma ahan arin cusub oo waa arin soo jireen ah نبينا صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام أدب الله قل لبي دينة إسلام كا مركي أوليمد توحيد كي مركو أوليمد قوم كيسي غلط المشركين تي عرفت مركو أوير إلى كلمة التوحيد أسيغا إيا ضدك مسلمين تاها آد كا أترى ضيراء مستضعفين تاها لبعطة فربدا بألو قيستي لبعطة دا سي مركا وحي يعني اسكو جرت من نفتو ذا اللو قيستو إيا من هنتدو ذا اللو قيستو إيا من عرضو ذا اللو قيستو انتبه حديث كي خباب من الأرض نبي عليه الصلاة والسلام أي أيوة إيمان صحابة أي أيوة أرنتا كشيغاني وراها يا رسول الله يوليباتوين فربضنا عن غدعي نبي عليه الصلاة والسلام واسبر سي وحونا أشياء قيدتك إن نقه الرئيي أحد كود إن من شار مدح لغا ساري جري إلا ديه جري الدين كاقا كان نقو أما الله لغوك لديه فلا يسد ذلك عن ديني أرنتا سدين كيسا كميسا علينين بل والك لدلاعين أي أسقو الدين كيسا كو أدق أو كود دقن مركز رسول النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكي من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه قفوا وكس يعني وحي إلى الأر كان إلهي ورما يستريا دينك إلهي وتامي إلي سبحانه وتعالى إلهي إسلام وأقر قاريا إلى قفك مسافر كأه وكتب صنعاء إلى حضر موت ومسافر أدو دار إذن الله إنك بقي ما سبحانه وتعالى إيهي وأرقي سيحوليه سوى بقي مويا مركا دينكم مركه غربه كصاب الأرض. وحنا النبي وشاعي عليه الصلاة والسلام إنه غربة يكون قنضون. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. إسلام كوحكوب بالأرض غربة غريب نمو عريري عدلو يقف إنه دريم ما يوه لعن قرب لعن. سيدي ونكون قنضونا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم. وحمرك طوبى يوصل ناتوا شجرة في الجنة ذاتك لا غربة ده دينك إسلامك. أو كل جناة أو كل صبرة مركا أرنتها سوى أرنت سوى جيران عدد كمسلمين تامر كحالة جربة إن أرنتها سوى زيادة سو كل جناة دين كود أي كل جينه بارك الله فيك يعني مركا مسألة كل صبر سن هدي المسلمين تو دبعت النوع عن وكلا كل عضو خاصة ما أنت نبي محمد الله عينه صلى الله عليه وسلم كتابك يا سيد كبر لو عياري جلبابك يا إن متقنا قبله مسلمات الله قد يبي dibaato weyn ah cunaha loogeystay maxaa islaahay maxaa sababay oo naca intaas leeg oo ilaa nabigeena loo dhaadaco maxaa keeni kara bismillaahir rahmaanir rahiim barakallahu fiikum cadaawada gaalada ay dadka muslimiinta u hayaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa nooga waran wuxuuna allah subxaanahu wa ta'aala noo sheegay marna inaysan dadka muslimiinta gaaladu aysan raali ka noqonayn walan tarda canka alyahuudu walan nasaara xataa tattabica millatahum نبي محمد ويهودي نصارى كارل رال النقون ميسو إلى الدين كذا الرعد دين كذا الرعد بقول الله سبحانه وتعالى مرك إلهي جاء أبورتي أن جنن أبور سبحانه وتعالى هو أعلم بخلقه خلقه جس أسيق كوا قام بدن وحنا ناش يجع على ود قال ضم الفق إني كمرس قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر الله سبحانه وتعالى وحليه أن عيبك أي عفك وذيك صو ظاهرة وكصو موض قلوبته ضوح أي قرينة إنسان كوي أرنتها سمركة هذا إذا صوت رئيسة، لأن مركي لقى فيريو
waxay sharax u tahay diinta islaamka ruba daarati naafica waxaa laga yaabaa waxyaabo dhib loo arkaya in dhan kaal nafci uga jiro islaamkii baa dhexdooda ku faafay waxaa aada u badan hadda dadka soo islaamaya weliba hadda waddankan inta badan aflagaadadu waayahan dambe ay ka imaanaysa faransiiska waxaa aada ugu badan dadka soo islaamaya maadaama dadka soo islaamaya ay ku bateen oo dadka diinta qaadanaya ay ku bateen arrintaasi waxay ka qaadeen khayr iyo nacayb iyo caro fara badan ayay ka qaadeen ilaahay subxaana watacaala diinkiisa laakiin qof ishortaagi karta ma jiro allah subxaana watacaalana wuxuu ballan qaaday inuu u gargaarayo rusushiisa calayhim salaatu wasalaam katab allahu la aqlibanna ana wa rusuli allah subxaana watacaala wuxuu leeyahay allah subxaana watacaala wuxuu qoray uu qadaray inuu rusushiisa asiga ay qaalib noqonayaan asiga rusushiisu inay adkaanayaan aayad kale alla wuxuu leeyahay subxaana watacaala innaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati اdunya wa yowma yaquumu اlashhaad marka waa ballanqaad rabbaaniya muslimiintana waxaa la rabaa inay ku kalsoonaadaan ballanqaadka ilaahay subxaanahu watacaala baaraka allahu fiikum wajazaaka allahu khayr muslimiintu aaday u carudeen waxayna dareemayaan in dhibaatada nabigeena sal allah alay slam lala maagay nabigeena caymi ma garto ilaaha taskiyeyey laakiin waxay dareemayaan dadku caro fara badan tusaale marka nabiga intuu noolaa dhibaatooyinkan oo kale markuu la kulmay saxaabadu ka carowdeen maxay samayn jireen sidee nabiga ugu gargaareen saxaabada nabiga laan anagu hadda waxaa nasaaran waa gargaarid waajib ah soo ma sidee nabiga loogu gargaari karaa oo saxaabada sidee ugu gargaartay saxaabatu rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam sida macruufka ah waxaa weeye dad ilaahay subxaanahu watacaala uu u doortay inay nabigiisa garab istaagaan calayhi salaatu wasalaam oo ay ku garab istaagaan naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda intaba inay ku furtaan nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa jira marka amsilada ku saabsan sida saxaabada nabiga calayhi salatu wasalam ay u difaaci jireen sida asxaabu rasuulillahi sal alay slam rasuulka ay uga ilaalin jireen dhibaatooyinka oo ay u jeclaayeen in nabigu badbaado walow iyagaba dhibaataha soo gaartay amsiladeedii tusaalooyinkooda aada bay u badan tahay amsiladaasi waxaa ka mid ah طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه صحابي اللي يراهدو طلحة رضي الله عنه في غزوة أحد نبي عليه الصلاة والسلام أيو أهدي أدو دفاعي أصيغو مركا فلارها إيو ورمها إيو سيفها قالوا أي صوت وريان اسكو نقاية واسكو أهديني إلاقي عنتيس رضي الله عنه أي سيفة كل عين ما أركت فلارة فربضن تأصو كانتي إني عنتيس قال شيء مركي دنبه في صحيح البخاري وحاكو سغنادي عن قيس بن أبي حازم وحو إراد رأيت يد طلحة شلاء وحان أركيو ويري عنتي طلحة رضي الله عنه أو قل شيء وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد عنتي سلحو كو إلى ألين رسولك عليه الصلاة والسلام مالك أحد قعمه سوء لقيا عدو قوحا يسور هدان قعمه سوء أدين نبي إني الدلاني رمي نبي إني الدلاني رمي صلى الله عليه وسلم مركز سلحو أسكو لقيا warmihii iyo fallaarihii iyo wixii cadowga ilaahay soo ridayeen iyo gaaladii asigaa isku dhigaya wuxuuna lahaa yaa rasuulallah naxrii duuna naxrik rasuulka ilaahay dhuuntayda ayaa ka horreysa middaada marka aniga waxay i gaaraan aniga dhibaatada hay ugu dhacdo intii adiga dhibaata ku soo gaari lahayd rasuulka ilaahay amsilada waxaa kaloo ka mid ah zayd ibnu thaabit radia allahu canhu waxaa laga wariyey wuxuu yidhi nabigaa i diray sala allahu calayh wasalam maalinkii uxud wuxuu ii diray uu yidhi saxaabiga la yidhaahdo sacd ibnu rabiic wuxuu yidhi wuyidhi ninkaasi warka keen iigu salaan haddaad aragto waxaadna ku tiraahdaa tusaalaha labaad baaraka allahu fiikum waa zayd ibnu thaabit radia allahu canhu zayd ibnu thaabit wuxuu leeyahay nabigaa i diray sala allahu calayhi wasalam wuxuuna ii diray ninka la yidhaha sacd ibnu rabiic inaan soo raadiyo wuxuuna ku yidhi sacd iigu salaan waxaadna ku tiraahdaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku leeyahay xaalkaagii ka waran wuxuu yidhi waa raadiyey ninka la yihahda zayd ibnu thaabit wuxuu yidhi waxaan arkay sacd ibnu rabiic fariintii nabigan gaarsiiyey sala allahu calayh wasalam waxyaabaha marka uu ku yidhi waxaa ka mid ahayd oo sacd ibnu rabiic uu dardaarmay asigoo dhaawaca oo weliba 70 dhaawac uu ku yaallo oo iskugu jira seef lagu dhuftay iyo waran ku dhacay iyo fallaar ku dhacday intaba markuu ku yidhi nabigaa kusoo salaamaya calayhi salaatu wasalaam xaalkaaguna ku weydiinaya waxyaabuu ku yidhi waxaa ka mid ahayd qoomkayga ansaar waxaad ku tiraahdaa nabiga calayhi salaatu wasalaam inaad difaaci weydaan wax cudurdaar umalihdiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam intii nafi idinku jirto ama ishiinuba ay dhaqdhaqaaqayso wuxuu yidhaahday in nabigu dhibaata gaartay calayhi salaatu wasalaam waa inaada ku raalli noqonina markaasuu dhintay radia allahu canhu
أسيقو دردارن كاس أرنداس محي فائدين إسا أرنداس محي تسي إسا ومسلمين إن لقاء معناها واجب كسران نبي صلى الله عليه وسلم أرنداس بارك الله فيكم وحي تسين إسا ضدك مسلمين تأح إني نفتو ذا كهور مريان نبي صلى الله عليه وسلم إني الرسول كهور مريان وأنا سيدا محبضو إيكين إسا ويجعل كالنبي عليه الصلاة والسلام إن كبضا نفتو ذا إيا مالكو ذا تسالو إن كلام نصو الصعوة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا النبي الدفاع جرين عليه الصلاة والسلام تسين إسا تسالون كاس وحا كمدا ابو بكر الصديق رضي الله عنه مركي النبي عليه الصلاه والسلام اسغ اسرائيل اي سلا ادين بورتي اي اوغ دومانين مشركين الى غار ثور ابو بكر رضي الله عنه مرن هرو مري مرن النبي قداشي سوسون عليه الصلاه والسلام النبي هو ويدي وحير ابو بكر ما حكو وحين باري ارنتاس او مر بجهاد مريسا وحير يا رسول الله اذا كنت خلفك اخشى ان تؤتى من امامك هدان قداش هذا الجوع وحنك بقي إن هرت هذا اللي جاي ماله وإذا كنت أمامك خشيت أن تؤتى من خلفك هدان هرت هذا قصة قانها وحنك بقي إن قدا اللي جاي ماله معناها فيري أنت إسلاس عضان عصي النبي عليه الصلاة والسلام مرن هرو آذية مرن قدارو آذية سين النبي سندبات وقارن عليه الصلاة والسلام أو هبي رحت وحول بنيبه والنبي سو قاري لا عليه الصلاة والسلام وقد دفاع مركي قد كجليه وحي رسولك الله وحلقيا بقولك إني ما أردت وحيابه بحلقي وحلم إذا أو كنباتي يكون جيراني إيه كاد أنا كأيوه الرئيني مركز اللوكتي سجلي رضي الله عنه أسيقو الدونة يوحي وحلي بلها إني أسيقو كل عام والنبي قلنا أبداده صلى الله عليه وسلم يعني ووح عجيبة وتصور كيس ورأدي أدل وليه وحيابها تسالوين كصحابة وحاكمل يسيد النبي الدفاعي صلى الله عليه وسلم صحابي جليل كها اللي جري حذيفة بن اليمان رضي الله عنه نبي عليه الصلاة والسلام وهو أدرى الدولة ماذا قار كمله؟ يئن صدقات الصهاء أروريه. أسوأ أرميه هيا أما شقلا سكما قن أي نبي وجريه ذي صلى الله عليه وسلم. ضدك مركع أو زكذا كسو قادي جري زكذي بيديه. إن بحيان. حذيفة والله الله رضي الله عنه أرنت أسوأ حقوق بدلين إن عيان بل أي نبي عليه الصلاة والسلام عايز سأي مقشيا. رسول كي أفلا يدين يان عليه الصلاة والسلام. وعقولي. أسمعوني في أبي وأمي ولا تسمعوني في النبي صلى الله عليه وسلم ورأني إما قشية عايدة أبها يهويضي هويضي أبها عايد عايدة دان إما قشية هداد دونتان لكن ها إما قشينين عايدة النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك ما يتوسي أرنتاس أرنتاس وحيتو سينيسا إن وحول بصحابة وهرين دفاع النبي صلى الله عليه وسلم هويضي بيس إلا عايد رأي لكون نقول لها مرك الله فيري النبي الله عايد أبي هو يدي إلا عاية أيا أغفضت كنجر وأنا سهلا النبي وحلق الشيخ صلى الله عليه وسلم ولذلك أنت سوحي كانت حذيفة أن أدو القادم وأي أبو بكر الصديق بوفرين أفروا إلى هذا قول الله ساسي سمين أيا أبو بكر آذو عرض أسنى رضي الله عنه وهو آذو عرض وامحي وشطم النبي عليه الصلاة والسلام النبي قال عاية وهو أمر مرك أنه دقال إيا وارق وقاف حذيفة رضي الله عنه قومك وأولا الدقال لمي وان الجبيين رضي الله عنه سيدا معروف كان وحوه قوم مجره نبي عاية صلى الله عليه وسلم في التاريخ إلا إله سبحانه وتعالى وهلاقى هزيمة يجبان أضم بي سيدا قول الله سيقول عظيم بارك الله فيكم وحيابها تسيني دفاع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي وحاكمل حديث أبي سعيد الخدري وبخاري مسلم لبضى بأيوريين رسولك عليه الصلاة والسلام بعض الغنائم أيو قيبي نين خارجية أو خوارجت نينك أصل كوها أو اللي هجر ذو الخويسرة أي أوحر يا رسول الله اعدل فإنك لن تعدل رسولك إله عدالة صميم عدالة ما صميم وهذا الأدل الله يا أبوه نبي عليه الصلاة والسلام وحناق وحر ويلك إن لم من يعدل إذا لم أعدل يا عدالة صميم يا هدانا نعمل عدالة صميم النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي أوحر كويري يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق رسولك إلهي وإداء أو إيه فصح منافقا عن قرتك قوي أن دل منافقا رسولك إلهي وقعيني مركز سوري النبي عليه الصلاة والسلام دعه كالله حب حديثك مركز وحيا كجرتا مركز وعمر وحيا قدر دقينه النبي الدفاع صلى الله عليه وسلم أو قعنت وقال أو قعنت وقال أو لده قال تصالوين كعجيبك وحا كمدا نصحا وضا كمدا أي وحو الله مرميني يهوديا مركز أنك يهود أنك مسلم كها وحيري والذي اصطفى محمدا على العالمين يهودي بسوب مركز سوير والذي اصطفى موسى على العالمين مركز سوير حتى على محمد
رباح يكسيد حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم مي ومارت إلهي كدورت انت صحتها كعرض انت صحتها كعرض يعني تاوحي تسنى سمرك غير ذا دفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام إني أتهجنا يا صحابة رسولك عليه الصلاة والسلام واحد مخسانة ودميت توس يضرب إني نقلين منا إني سنقلين لا قليل ولا كثير انت دونتها الله يكاتي إني كدي اللي جرين رسولك أن محمد صلى الله عليه وسلم عرضي صلى طابته أما وحلق الشيغو أما سي صريحة ها وهاته أو حلق الشيغو أما سي ضدبان يسي سربي لها هاته منا إني سنرالك وأهين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وحكروا جرى أشعار فربضاً أي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يكون دفاعي أو قول أهان مرك النبي قال عاي صلى الله عليه وسلم مرك النبي قال عاي قبيل لقتيري الغوط عننا يوم إني جوابك بحيان أصحاب رسولك عليه الصلاة والسلام شو عرض النبي عليه الصلاة والسلام وحمنا وشي كرتا قبيل وحكمل قبيل وحكمل لها قبيل أوليه حسان مثابت رضي الله عنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قاسنا وحصوصا رأي محديث كوريي الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه حسان بن ثابت وحمرك الردين يقول جوابي أبو سفيان رضي الله عنه ولكن حلقة مشرقها والنبي عليه الصلاة والسلام قبل كوة رأي أموح وغشها أيه جوابي جوابي مرك أكبحي وحاكم إذا هيدي يعني قبل قول ديراء أما جوابت ويد ديراء وحاكم إذا إنه يهجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منك وقاء أبيات إلى أويري رضي الله عنه فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء بركة أبيات أدو دير أيو كتير وحليه وحاضم ويرت النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنه هو جوابي جواب بانك بحي أبال مركة أرن كاسين إلهي أكتسبوا هذا بير إلهي كرجينا يا إنو إلهي إقا أبال مريه سبحانه وتعالى وحاض هو ويرت النبي محمد وحاض ويرت مدباري أو تقي أو إلهي كبق سبحانه وتعالى ورسولك إلهي بير. أخلاق دي سنة وحاوية بير الوفاء خلقه الوفاء أخلاق دي سنة وحاوية أوفين يا لما يستروا وحوير أن آبهي يا آبهي والدك يا عرضك يا شرفت يدو أنت من نبي محمد كفرنا يا بير عليه الصلاة والسلام منها آبهي والدك يا فرعي إسر كي يقول نبي محمد كفر نبي محمد أي يغلف في عن أن كفرنا يا بير إن عرضك النبي قلنا نبت قاله صلى الله عليه وسلم أيها كود الوضع وكفرنا يا بير مركز سوير قفك الرسول كويرا عليه الصلاة والسلام إيه قفك أمانه قفك أجر جاره واسكم يدبي يعني هذا النبي قاعيده عليه الصلاة والسلام إيه هذا أمان تبا النبي عليه الصلاة والسلام وح نقصانه ماله ماله عليه الصلاة والسلام إلهي بدوري إلهي بدفاعي إنا كفيناك المستهزئين بولي الله سبحانه وتعالى وحنا نقول نحسون بجبريل نوحي ورسولك إلهي نصدره الرسولك محمد الله صدره وحي الكيني عليه الصلاة والسلام وروح القدس ليس له كفاء روح القدسنا عيد قلنا أنت ملهم ملك الجبريل علم ذا مجرت بوليه أبيات أسمرك أو أبيات دير وحاتري شاعرك النبي عليه الصلاة والسلام النبي أقولها عليه الصلاة والسلام أهجو وروح القدس معك قبل يقو ويرم روح القدس مركا النصر يقرقارك النبي لو قرقارا وحكم النبي قرطة إن غفك أو أمان النبي أمان صلى الله عليه وسلم نبي أمان عليه الصلاة والسلام إنه أمانه نثرا ونظما مرك النبي عليه الصلاة والسلام إنه هو أمانه قوي إيه إنه هو أمانه هذا الكعادية انتبه وحكم التهم من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام إيه دفاع الرسول عليه الصلاة والسلام روحا كلو جير بارك الله فيكم أبيات كلا وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أي رسول كو أماني أمانته هو الدفاع وطاقيره وقرب استاقد النبي عليه الصلاة والسلام أي قرب استاقيا أبيات سوحة كمدة أبيات أقول لي يا صحابي الجليل كها عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ويرى هذي وعكجرت إنه يري وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا شق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع ونبيك أمانة عليه الصلاة والسلام وعليه وحنا ونحن سوينا نحن جوا الرسول كأني عليه الصلاة والسلام شرف أهم هل مدينك فارنا غير مدينك أمانة وفينا رسول الله يتلو كتابه وحنا ونحن سوينا النبي كأني عليه الصلاة والسلام أصيغ كتابك إلهي أخرنا
مر والبو واجد اللاعه وواو افتيمه كتاب كله هو أخينا يا وحنا تسيب ولايا هنون كي إن دلا أنكد ضد إن دلا يالا بنا هاي ضد لي تأيان هاي إلى وحنا تسيب هنون كي إن ده هو نافقة فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع قلوبتن وحي يقين سنته وحي نوي هذا صلى الله عليه وسلم إنه وحد عين يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع نبي عليه الصلاة والسلام وحو هينا يا أبو الأصور لن عيسى لك كرده يرأي تتجافى جنوبهم عن المضاجع وهبينك معنا قيام الليل كي صلاة الليل أي أتاقين يهوى مركي مشركين تلوك اسكرد جينيان وهرددوا كل علوصتها أي قورين أيام أسيقوا أتاقين يا عليه الصلاة والسلام أبيادا سنة وحا سيقار النبي هو أماني عليه الصلاة والسلام صحابك الجليل كأه اللي راهده عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. لماذا كل هذا الحب؟ جعل كاس وين؟ محيطه النبي إن نفته ذي إمالك ذي أولاده ذي نكجع لالان عليه الصلاة والسلام مع سببه مع كان تاوحة كان أرتوى من واجبة وقف والبو مسلمة إن النبي جعل الله عليه الصلاة والسلام جعل والبو مخلوق لجعل الله ذا متكسر رئيسا وحانا كينا يوى رسولك إلهي أصدر عليه الصلاة والسلام وكتابك القرآن كان كريم كأح ورسولك النول وسودي عليه الصلاة والسلام ورحمة إلهي سبحانه وتعالى ومضان أصدر أيوه مرك واجب دينية قف والبو مسلمة إنه النبي وجعل الله عليه الصلاة والسلام جعل كوين جعل وجعل الله عدو والبو مخلوق والد ورالو عرور حاس عدو والبو جعل الله إنه النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام بارك الله فيكم مرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هرت صدى النبي وجعل الله نثرا ونظما ويكتا غير نف يا مال نف يا مال ويلقر ارتاقناي قف والبو مسلمة صدى صلى الله عليه إنه النبي الدفاع عليه الصلاة والسلام وحان كلو بارك الله فيكم برارو جنيا وحاجر ضد ونس بشاكت إني مسلمين مرك قارنا لقيا بهذا الله يسان كفير سان أما أيها عاي أي سان وأرك إني النبي كل شيء صلى الله عليه وسلم أرنت أصلا وحال راقف والبا مسلمين وكتحدر وخطر نبي قينا عليه الصلاة والسلام ورحتا لغير فهم كارو إي يرقو تنقص إنو كجرو وأنا أسكيل على صباح oo amba dadab amba si qaldan kaaga yimaa si qaldan hatta kaaga yimaa waana dhowrsato lama oga oo nabi laga dhowrsado alayhi salaatu wasalaam barakallahu fiik waxaan rabaa marka muslimiinta maanta joogto een hadii aan aragnay saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wasallam sida ugu gargaaray wasaaisha amba qodobada ay tahay inay qabsadaan si nabiga loogu gargaaro sallallahu alayhi wasallam maadaama maanta ilaan waxay culimadu yiraahdeen nabiga oo nool iyo nabiga bacda mowtihi in la caayo waa isku dambi نصرد اللي جرب إنه لشيسة كواس أنا كمان تنا الكهرباء سوما سدها مركا قف كمان تجوج المسلم كا وجو مناسب أتها إنه وجو كرجارو وسائشة أتها إنه استعمال كرم حكمنا بارك الله فيك وسؤال في عن رسولك عليه الصلاة والسلام سيد هر الله صل شجب إن الدفاع هو واجب صبر كأما ودونك الله مريو الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكو كأه إن النبي الرعنا عليه الصلاة والسلام إنا أهو جانسنا أو أميرتيس إنا كهرنا وحنا بقول نجرى بس الله عليه وسلم وهذا حلاه قفل بمسلم ومغلية وجو دفاع وجو إنه النبي قال الدفاع عيسى عليه الصلاة والسلام وحقيب وإن كان الدفاع هذا إنا اتباع إلى التمات معايا الرسول عليه الصلاة والسلام كتاب يسون إلى هلا صادري وحنا على أمر إنا راعنا ارتكوا إنا الرسول كراعنا إنا نحب رسول الله الشاعر نه ما نوال ما علينا النبي إنه وجعلنا عيسى الله عليه وسلم لكن هذانا عن خلافه إن أو مرتيس. وأنا أسكيل عليهم. وحيابه النجهر والنجهر عن مانو والبكر دعينه وأنا أسكيل عليهم. لأن يرضى المسلمين تا ويكون هالسين النبي أغير رادان عليه الصلاة والسلام. والرسول كأي دفاعان وأي موجيان عرضوا ذا يدقال كأي كقبان النبي وحلاقي شيء عليه الصلاة والسلام تاوحي تسين سحب إيه جعل بدر. لكن وحل رأيني أجدان أذيع النبي جعل عليه الصلاة والسلام هذانا إن هذا أقنع أكين رسولك. ودبات وجاغدي ووليب ادو اكتهي قال كي نبي عينا عليه الصلاه والسلام جاغدي اد خيرته دقنكي غالده اد لتيمادو سيده او دقمي جيرين اد دقنته حدانا اتراده وا نعبه الرسول كاني وخا شيغان عليه انا جعلك وجري يا شكمله جعلك وجري ودن يرد وجعش النبي لكن وحاجره اني سن فهم سنين كيفيه او مناسب سن نبي ويجعله شكمله ومسلمين لكن وحل رو اني اوغادان جعيلكاس انو كينايو ان النبي راعان صلى الله عليه وسلم طب لماذا تمام لماذا جعيل تمام لماذا جعيل وكو دمهستير مكر ان رسولك الراعو وحا كلو كميدا برشده دينته اسلامك وحياه النبي لو دفاع عليه الصلاه والسلام وحا كم ان دينك ساعد برته
إن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كوضة صحيحة يكوضة ضعيفة أتكرا صارتو والنبي قال آدم أتيرين وحوصن به من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار سأسول النبي عليه الصلاة والسلام حكو بين أبو رني إن هذا النبي بين أبو رني كدفاع له كوضة بين أبو رني كدفاع له أحاديث صحيحة أتبياني سو كوضة ضعيفة يكوضة موضوع عن النبي وسن شيء عليه الصلاة والسلام أتكدكتو وعيكم الدفاع عن رسولك عليه الصلاة والسلام للدفاع يدفاع الدين كإله للدفاع سواء عرقت عرض المسلمين تموجيا صغير كبير علمي عامو ما كعرقت مقالد ذي كليل كم وضع المسلمين رنتي أرنتها سوحي تسنى يسا إني جرتو نلول وناك سندك المسلمين تأني نوليهين قلبي قول وخير يواناك بدن نوجيه رنتي وحي تهاد دليل أطهاي سيد المسلمين تو يجعله الرسول كود عليه الصلاة والسلام وأنا أهين لجربي وواجب كأقف المسلمة لأن الدونا يا أيدي لفتر كاب إن انتبر رجنه أن ران والرسول كان عليه الصلاة والسلام سيدم كدفاع كرنا سيابها النبي أن كدفاع كرنا وح أقومهم سن إن النور ينص النديس عليه الصلاة والسلام إحياء دينه إحياء سنته عليه الصلاة والسلام إن عن طريق هذا استغنوا قف المسلمة أنا سيدا صنع در دارميا سيدا أجياش السكري سهدي الله ربي إلا أبو غرو وحب النبي اللي قبر أم بلا دحشي الدينك محيطها علماء وحا واجب كسارة ضدك أهل العلم قاح واجب كوض وحا ويد دينك إلهي سبحانه وتعالى إني أرتفع فيها لأن يرضى المسلمين تانا أي وحبران لأن المسلمين تانا إني وحبران وحيابها النبي الوجع ليسين وحا كمضة إن سيرض النبي عليه الصلاة والسلام لأن يرضى لبرا نلشي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام شمائلك شمائلك هي تاريخ ديسا صفات كيسا الخلقية والخلقية اللي بضل أبو رستيسي إلهي سيدو أبو ري قروح لبضنايد كرامة دي شرفت بضن إيو أخلاق دي ونأكسانيد إلهي سي سبحانه وتعالى إن ثبر لن يرد المسلمين تا إن لبرو نبي قينا عليه الصلاة والسلام عظمة ديسا يوين كيسا إيو شرفتي صلى الله عليه وسلم أيام أركتي آدي المهم واه إيو إن ضدك لن يرد أهلبر الدين تإسلام كنت دين تجهل بدن الله سبحانه هاي والدين كله برتوي. هدي نين مزحه قال ذي كم ده وكل رضو إنه إسلام كي النبي أم بقرآن كتاس وعايو مزحه المسلمين تا كحش ولا أنا إني دهان أنت أسكوم بنا أنا دين تنا ودين تاني أنت أسكوار. أنت أسير أهانتي وغلط وأنا واحد سنة ضعف المسلمين تا ما أنت يكون سجينين يتعرض الرضا هيسا إلهي سبحانه وتعالى دلجها كسر ولك المسلمين تا. عزيزي شرفنا الله أسوء عليه لكن قفوا المسلمة أما مضحة النقضة أما الشعب هالنقضة وحكوا واجب بقدر استطاعته أنتوا أودي كرو إن النبي قلنا الدفاع عليه الصلاة والسلام بارك الله فيك جزاك الله خيرا شيخ حسن شركة World Remit وحي كودا فرتي أدقيد حولادها إيه سوماليا هدى سي أمان أياد العقو قدري كرتا ويسكاقة إيو أصحاب تاذا كنول ودنكي هويو كسو بير ملايين معميل أدونك والعقاها السفرود وكو هبون وقدرا دادك أيج عليهم سودج سنو عيو دنبي برنامج كينا عرد التلفونك مبوقو worldremit.com قيلي حدق العقطة يفافا عند قفقا قدريسو العقطينا ويدر صندي بحين ميسد واح خدمة صدح ذا العقد رشو إيكو قبرية أدقى World Remit أدقى واستعماليا كوركا 3-3